بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال كلام الشيخ رحمه الله في سياق مخالفة أهل الكتاب من قبلنا، حيث شرع الله لنا أن نخالفهم فيما أحدثوه في دينهم وما غيروا وبدلوا، ومن ذلك مخالفة اليهود في تساهلهم في أحكام الله عز وجل واتباع رغباتهم، مخالفة النصارى في غلوهم وتشددهم ورهبانيتهم، لأن ديننا دين الاعتدال، ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، تساهل يخرج عن دائرته، وإنما هو الاعتدال في كل شيء، لأن الاعتدال أرفق بالنفس، ولأن الاعتدال مدعاة إلى الاستمرار في العمل، بخلاف التساهل فإنه خروج عن الطاعة واتباع لشهوات النفس والهوى، وبخلاف الغلو فإنه أيضا خروج عما شرع الله بإرهاق النفس والمشقة عليها حتى تترك العمل وتنقطع. فهذا ديننا ولله الحمد. ولهذا يقول الشيخ: نعم، ولهذا بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات والغلو في العبادات. قبلها قال: الأحاديث الموافقة لهذا كثيرة. نعم. ثم قال: قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. نعم، يعني من هذه الأمة خالفوا هذا المنهج، منهج الاعتدال، إما للتأويل إن تأولوه، أولوا النصوص عليه وأخرجوها عن مدلولها، وإما لتشدد رأوه أحسن وأكثر عبادة وأكثر أجرا، فهم بين طرفين، إما مؤولة وإما مؤولة تساهلوا وخرجوا عن الطاعة بتساهلهم، وإما متشددة خرجوا عن الطاعة بتشددهم. وهذا الدين هو دين الاعتدال والوسطية والاستمرار في العمل الصالح. نعم. قال: ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة ومن ذلك يعني من الرهبانية، نعم، التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من إحداثات النصارى، منها السياحة، السياحة التي يقصدون بها العبادة، فيهيمون في الأرض ولا يبقون في الديار أو في البيوت، وإنما يهيمون في الأرض من باب التعبد لله عز وجل. فهذا عند النصارى، وهو من الرهبانية، ونحن نهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره. وأما السياحة المذكورة في القرآن في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سيبدله الله بهن خيرا من أزواجه، من وصافهن سائحات، وفي سورة التوبة في وصف المؤمنين السائحون الراكعون الساجدون. فالسياحة المذكورة في هاتين الآيتين المراد بها أحد أمرين: إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو، فهذا السفر يسمى سياحة في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله. وإما أن المراد به الصيام، فقوله سائحات يعني صائمات. فالسياحة في الشرع لا تخرج عن هذين المعنيين: إما الجهاد وإما الصيام. وأما السياحة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، سياحة لغير هذين الغرضين التي هي من باب التعبد، فإنها تكون بدعة ورهبانية. أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد، وإنما يقصد بها النزهة، يقصد بها النزهة والتوسع في الأرض، فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات، ولا تدخل في السياحة المنهي عنها. نعم. قال: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين، لغير مقصد معين يعني من العبادة، لغير مقصد معين يعني من العبادة، إما لجهاد أو طلب علم أو زيارة أقارب وصلة رحم، فإنها إن كان يقصد بها العبادة فهذا لا يجوز، لأن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، واستشبه بالنصارى في رهبانيتهم وسياحتهم. نعم. قال: فليس من عمل هذه الأمة. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. السياحة التي هي الخروج لغير الجهاد في سبيل الله والقتال، أو سياحة بغير الصيام، فإنها ليست من دين الله. ومن خرج وسافر بقصد العبادة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، فإن هذا ليس من دين الله، بل هو محدث. نعم. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة المبتدعة، فإن قوما من هذه الأمة فعلوا هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن ذلك هذه المسألة، لما كانت السياحة والرهبانية من فعل من قبلنا فعلها من فعلها من هذه الأمة بقصد التقرب إلى الله والعبادة، وهي ليست من العبادة في شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. نحن منهيون عن تشبه بأهل الكتابين. نعم، تشبه بأهل الكتاب، بأهل الكتاب باليهود، والتشبه بالنصارى. فنحن منهيون عما يختص به اليهود في دينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعما يختص به النصارى كذلك، لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى وفيه الكمال والتمام، ليس بحاجة إلى أن نضيف إليه أشياء من متسربة مما قبلنا، أو أشياء نستحسنها نحن ونبتدعها ونزيدها في دين الله. واليهود يتصفون بالقسوة، قسوة القلوب، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما أراهم الله إحياء الموتى بقصة البقرة، قست قلوبهم والعياذ بالله. وكان المفروض أن تلين قلوبهم لما يشاهدونه من قدرة الله عز وجل. والنصارى ابتدعوا الرهبانية، هؤلاء قست قلوبهم وهؤلاء غلوا وأحدثوا الرهبانية. فنحن منهيون عن صفات اليهود والنصارى من قسوة القلوب ومن الرهبانية. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا، كما سبق قريبا أنه مع النهي عن التشبه بأهل الكتاب في ترهاتهم وأباطيلهم من الغلو أو من التقصير، فإن وجد من هذه الأمة من يفعل ذلك ويتشبه باليهود والنصارى، وهذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبتلى بالتشبه بأهل الكتاب، والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير، لئلا نغتر بمن يفعل ذلك أو نتساهل معه في هذا الأمر ونقول هذا مقصده طيب ونيته طيبة. فليست العبرة بالنيات والمقاصد، وإنما العبرة باتباع الدليل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصن، فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحثها على أن تحافظ على دينها وألا تخرج عنه بغلو أو بتساهل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، أنه في كل مناسبة يحذر الأمة
من هذه المخالفات والتشبهات بأهل الكتاب. ومن ذلك هذه المسألة، أنه لما أفاض من مزدلفة صبيحة يوم العيد، لما أفاض من مزدلفة أمر الفضل ابن العباس أن يلقط له الحصى، حصى الجمرة، وهذا فيه أن الحصى لا يتعين أن يؤخذ من مزدلفة، وإنما يؤخذ من الطريق أو من منى. فلقط له 7 حصيات قدر رمي جمرة العقبة في هذا اليوم، فدل على أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة في مكان واحد، لا يتعين هذا كما يظنه بعض العوام، وإنما كل يوم يؤخذ بيومه، يؤخذ حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه فلقط له الحصى. وصفت هذه الحصيات 7 أمثال حصى الخذف، أي ما يخذف على رؤوس الأصابع. قد حدده العلماء بأنه أكبر من الحمص، من حب الحمص بقليل. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات ونفخ بها، ثم قال: أمثال هؤلاء فرموا، يعني في الحجم، أمثالها فرم في الحجم. وإياكم والغلو، بمعنى أن يرى أحد أن مثل هذه الحصى صغيرة وأنها لا تكفي فيختار حجارة كبيرة، هذا من الغلو والتنطع في دين الله. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو عموما، وإن كان السبب في هذه الحصيات فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، أي الزيادة عن هذا المقدار من الحصى، وفي جميع أمور العبادات، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني بذلك أهل الكتاب. ولهذا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالله حذر أهل الكتاب من الغلو، ومن ذلك غلو النصارى في المسيح، حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله جل وعلا إله واحد وليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك. فهم غلوا في المسيح حتى جعلوه ابنا لله عز وجل، أو قالوا هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، وهذا سببه العلو، الغلو. والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح، وقد يكون في العبادة كفعلهم في الرهبانية، يكون في العبادة ويكون في الأشخاص. فالغلو بجميع أنواعه، وكذلك الغلو في الأحكام بأن يجعل المباح حراما أو المكروه حراما أو ما أشبه ذلك من ما يزاد في الحكم عن حده الشرعي، فهذا من الغلو. فالغلو إما أن يكون في الأشخاص، وإما أن يكون في العبادات، وإما أن يكون في الأحكام. نحن منهيون عن الغلو،
بجميع أنواعه، لأنه أهلك من كان قبلنا، أهلكهم، سبب لهم الهلاك بسبب أنهم خرجوا به عن دين الله عز وجل إلى دين لم يشرعه الله عز وجل، فأتعبوا أنفسهم في غير فائدة بل بما فيه مضرة، مضرة عليهم عاجلا وآجلا، فهم أهلكوا أنفسهم بالبدع. وهكذا مآل البدع فإنها تهلك أصحابها، وهكذا مآل الغلو فإنه بجميع أنواعه فإنه يهلك أصحابه. كذلك الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يكون منكرا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلا فيه المعتزلة حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر. ومن أصولهم الخمسة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على ولاة الأمور إذا بدر منهم معصية أو مخالفة، فهذا من الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل شيء بمقدار، وكل عبادة فإن لها موازين ولها حدود وضوابط شرعية لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، ويرى أن هذا من فعل الخير وأنه من زيادة الخير، فالخير كله في المشروع والأجر كله في المشروع، وما خرج عن ذلك فإنه إثم وتعب على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. نعم، هو قوله وإياكم والغلو، وإن كان سببه الحصى، حصى الجمار، نهى أن يغلو الحاج في حصى الجمار فيرمي بحصى أكبر من ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم عام في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو. الغلو هذا عام، لأن أل للاستغراق، أي جميع أنواع الغلو في جميع أمور الدين. فالدين ولله الحمد توقيفي ومبين بالأدلة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحدد من جميع الجهات، ولكن على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يؤدي العبادة على أصولها وعلى حدودها الشرعية. نعم. قال رحمه الله: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. نعم، الغلو هو الزيادة في الشيء، من قولهم غلا القدر، إذا زاد غلا الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش الماء. نعم. هذا هو الغلو، من غلا القدر، إذا ارتفع الماء فيه وزاد بسبب الحرارة. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع، الغلو هو الزيادة في الدين بإحداث شيء غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى على وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبه. الله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بالإحداث والبدع، ولا يغلى بالمدح، مدح الشخص، كما غلى النصارى في المسيح بمدحه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، كذلك الغلو في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرفع إلى مرتبة الألوهية، كفعل المتصوفة والقبورية الذين يقول قائلهم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق
ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله وإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نسي الله وقال ما لمن ألوذ به سواك، ونسي الله سبحانه وتعالى. فإن الله هو المستعان وهو المستغاث وهو الملاذ والمعاذ سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه. إلى أن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل العلم من علمه صلى الله عليه وسلم، حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير. فأي غلو أشد من هذا والعياذ بالله؟ وهذا سببه الغلو في المدح، الغلو في المدح. نعم، أحسن الله. وكذلك الغلو في الذم، عندما يكون الإنسان استحقا للذم فإنه يذم بقدر ما أتى بقدر ما يستحق، ولا يزاد في ذمه عن الحد المطلوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. اليهود أشد الناس تساهلا في أحكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيها، حتى إنهم يحتالون على أكل الربا، ويحتالون على كما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتالوا عليه بالشباك وأمسكوه بالشباك وأخذوه يوم الأحد. فهم أهل الحيل على محارم الله عز وجل والتخلص من الدين. ويشبههم من هذه الأمة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من الأحكام الشرعية بالحيل والعياذ بالله. وكذلك النصارى من سمتهم الغلو والزيادة، على عكس ما عليه اليهود الغلو والزيادة. ومن ذلك الرهبانية التي ابتدعوها، والغلو في المسيح عليه السلام، حتى إن الله نهاهم بقوله: يا أهل الكتاب. هذا يراد به النصارى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وليس هو إلها كما تقولون، وليس هو ابن الله، ولا ثالث ثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.